انا اللي بيحبني واللي بيخاف علي، انا اللي بيحبني واللي بيخاف علي. نادين الراسي محتجزة على الحدود اللبنانية السورية، وثقت ما حصل معها وما كشفته غير متوقع. نادين الراسي عالقة على الحدود بين لبنان وسوريا، ما فعلته فاجأ الجميع. بعد أن عرقلت العاصفة التي ضربت لبنان وسوريا منذ أسابيع، عملية توجه الممثلة اللبنانية نادين الراسي إلى الأراضي السورية لتصوير مشاهدها من العمل الدرامي الجديد الذي تشارك فيه، تمكنت نادين الراسي في الساعات القليلة الماضية من الوصول إلى سوريا مع بعض المغامرات والمجازفات التي وثقتها بالفيديو خلال رحلتها. وفي التفاصيل، شاركت نادين مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي محتجزة على الطريق الحدودية التي تربط لبنان وسوريا بسبب تراكم الثلوج، بالإضافة إلى زحمة السير الخانقة في المحلة. وظهرت نادين في الفيديو إلى جانب أحد أصدقائها، حيث سألته عن سبب الضغط الذي يمر به، ليطلب منها إظهار الصورة بوضوح للمتابعين، فتبين أنهما عالقان في زحمة السير بسبب الثلوج لساعات طويلة. ساك شو ضغطك؟ شو ضغطنا؟ ايه شو ضغطنا؟ يعني إذا بس بتبرم التليفون تاني ميلة بتعرف شو ضغطنا؟ رواق ايه؟ أبدا كتير صح؟ أبدا مبارح قعدوا ست ساعات على الحدود بين لبنان وسوريا، بقى لمنه كتير مضطر يعني بين الحدود بين لبنان وسوريا كلوز سمبلي. إن شاء الله حيرحمنا. وفي مقطع فيديو آخر وثقت نادين لحظة خروجها من الزحمة الخانقة وتوجهها إلى سوريا، لتشير في فيديو جديد إلى أنهم وصلوا إلى السوق الحرة بينما الثلوج تغطي المكان. طلعنا العجقة القبية، وصلنا على الديوتي فري، ضحك سنو زاك أبرافو. أي مادو شيخ الشباب، وهذا حسن ما تغير علينا شيء، دسوان جيت تتذكر وتصورنا طلع معنا الدي أوبي من بيروت. هذا وكانت نادين الراسي أعلنت في وقت سابق أنها كانت متوجهة إلى سوريا لاستكمال التصوير وفق ما تتطلبه قصة العمل الجديد، إلا أن ما حصل لم يكن في الحسبان، إذ تسببت الأمطار والطقس العاصف باجتياح السيول للفيلا المخصصة للتصوير في سوريا، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصوير لأيام قليلة ريثما تهدأ العاصفة. وقد نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه من المنزل برفقة أحد أصدقائها، حيث شرحت ما حصل معها وكيف تم تأجيل وصولها إلى سوريا بسبب العاصفة التي تضرب البلد. يعني مثل ما كلكم بتعرفوا، مفروض نحن بهذا الوقت تحديداً نكون صرنا بالشام وعم نتحضر نتحضر لتصوير نهار التنين، فبما أنه قررت السيول أنه تجتاح الفيلا اللي أنا بدي صور فيها تأخرنا 4-5 أيام، بس بما أنه قررنا هيدا نهار السفر نقعد ننطر السيارات ليوصلوا، وبما بيحكينا نحن اعتبرونا بسوريا وألف خير من الله بقى شكرا للسيول. وحياة يسوع هيدا اللي صار، شو منزلها ولا تبشوها ما في شيء، عادنا حضرنا وعادنا تغزونا أي عادي شو نعمل. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أشادوا بعفوية نادين وروحها المرحة في التعامل مع المشاكل والأزمات الطارئة، متمنين لها التوفيق في أعمالها الجديدة.